بما انه تجارب والظروف ديال الاشخاص كتختلف، فحتى الحقيقه كتختلف من شخص لاخر، كل واحد حسب تكوينه وشخصيته والقوه والقدره ديالو على مواجهه الغير والتعبير على ذاته بكل وضوح وبدون خوف من احكام الاخرين. هذا علاش كنسعوا جاهدين لكشف الحقيقه، متسلحين دائما بالقوله الشهيره: هم يقولون ماذا يقولون دعهم يقولون. مرحبا بكم في الفسافات. رياض العمر فنان لبناني الأصل والنشأة، لكنه في نفس الوقت مغربي الروح والعطاء. ازدواجية كتعكس حضوره الكبير على الصعيد المغربي والعربي والمكانة الكبيرة اللي كيحظى بها عند المغاربة بمختلف الأعمار. يا بنت بلادي سلبوني عيني، يا بنت بلادي عشبوني عيني، والزين اللي فيك قلبي قلبي كيبغي. رياض دخل عالم الفن من أوسع أبوابه من بعد ما لقى تشجيع كبير من الأب ديالو على خوض هذا المغامرة، الدافع اللي جعله يلتحق بالمعهد الوطني للموسيقى بلبنان واللي كان شاهد على دروسه الأولى في الغناء الشرقي والسولفاج ومختلف الأنماط الموسيقية. مش بايس دمي الأقلام الحمرة وإمي، أهضم كذب سمعت مني يا بنت العشرين. قدراته الصوتية العالية والموهبة ديالو الكبيرة طورت مع مرور الزمن ومع التكوين الأكاديمي، هذا بلا ما نساو التأثر ديالو الكبير بعمالقة الأغنية الطربية العرب، تأثر كلمسوه جميع من خلال إتقانه الكبير والملفت للمواويل. غرقان عن بعض بحرها وشفاف المات فلفلني، بحرها سبع قبلات على الداير. ارتباط رياض العمر الكبير بالمغرب ما كيتجلاش فقط في استقراره بالمملكة أو تحول ديالو السريع لواحد من أشهر النجوم وأكثرهم طلبا في مختلف المناسبات المحلية وتقديمه لأعمال باللهجة المغربية، بل كيتعدها للتغني ديالو المتواصل بالوحدة الترابية لأرض الوطن. ديالنا ديالنا الصحراء ديالنا، حماد الساد صراعيها وتحميها رجالنا. رياض مرحبا بك. يا أهلا، رمضان كريم. رمضان كريم، صحة وسلامة. رياض، في البرنامج ديالنا كاينة شخصية كرتونية اللي تتبان لنا كتشبه الضيف ديالنا. الشخصية الكرتونية اللي بانت لنا كتشبه لك هي كابتن ثابت. أها. كان قوي في داكشي اللي كيدير، وأنت قوي تبارك الله عليك بالصوت ديالك. ما كتقولش مع راسك كون غير كنا عايشين في عالم دمى وعالم رسوم متحركه وما نكونوش عايشين في هذا العالم؟ بتصدق دائما برجع لهالاجواء بس كون لحالي، حتى انا وبهالعمر يعني انا كثير بحب تابع هول البرامج وكنت كثير مأثر بكابتن ماجد. فعلا معك حق، يا ريتنا بعدنا بديك الايام الحلوه اللي كنت كلها براءه. دابا ما كايناش براءه. ما كايناش براءه. دابا شنو كاين؟ كاين كل شيء حاضي الاخر فوقاش غيتيري بيه. يتيري فيه. كل واحد حاضي الاخر فوقاش يتيري فيه. للاسف. هادشي خطير اللي كتقول السي رياض. للاسف، عشت هادشي. اشخاص كنظن اني غنكون بامان معهم. اكتشفت انهم كانوا كيستنوا اللحظة اللي ينقضوا فيها على ضعفي ليأكلوني ولا ياكلوا لي حقي ولا هادشي عشته. واخا نعيشوا حنا مع الناس هادشي من خلال حكيك انت، غتحكي لنا اليوم شنو هادشي اللي وقع لك ونهضروا وتوضح بزاف د الامور خصك توضحهم انت واجد تكون معايا بلا زواق. معك انت واجد بالضبط، معك انت. معي انا واجد. معك انت. غتكون بلا زواق. بلا زواق، وضيفنا هو رياض العمر. رياض، في الحياة كاين اللي كيقولوا لي بأن أنا مصاحب مع الحياة، وكاين اللي كيقول لي لا أنا حياة عدوتي، وكاين اللي كيقول لي أنا مصاحب معها ولكن كنتسناها تغدرني لأن الحياة غدارة. أنت مصاحب معها ولا كتسناها تغدرك ولا غدراتك؟ الحياة ديجا غدراتنا. غدراتك. أوكي،
ولكن خدت قرار اني اتصاحب معها واعرف اعيش معها واعرف روضها كيف انت بغيتي كيف انا ما بدي. تعلمت هالشيء بحياتي والحمد لله رب العالمين لحد هلا ماشي انا وياها مزيان. ماشي انت وياها مزيان لانه الحياه يمكن مرات القضاء والقدر بيلعب دور كبير بالحياه، بتظلمي الحياه. فلسفه كبيره وواسعه، لازم نعرف نتعامل مع الحياه ونعيشها بسلام وبصدق وترميها على الله مثل ما بنقول، اتكل على الله وكل شيء بيجي من الله حلو. هذه انت كنتي في بيروت في لبنان ومشيتي لدبي ومن بعد عاد جيتي للمغرب، صح؟ في هذه الرحله ديالك في الحياه كانت متعبه وكانت مؤلمه، ما تتذكريني فيها؟ متعبه مؤلمه بزاف بزاف. اول شد عصب معدي اجاني بحياتي كان تموز 2006 نهار اول يوم ضربت اسرائيل، العدوان الاسرائيلي على لبنان اللي تموز يا غشت. تموز غشت اوغست، لا تموز هو يوليو. يوليو وبسائب كان بنفس الشهر عيد ميلادي انا 23 تموز يوليو شهر 7. ف انسحبت بهدوء وبخطوه ذكيه كانت. عرفت اللحظه اللي لازم كان سافر فيها من لبنان، وكان لامي دور كبير انها ساندتني بطريقه طلعتي من لبنان. سافرت تحت القصف، يعني كانت اسرائيل عم تقصف، عم تكسر جسر ورا جسر. كل ما نتخطى ضيعه وكل ما نتخطى جسر نسمع انه اسرائيل ضربت هالجسر. يعني كنت حقيقه في ناس انا حامل دمي على كفي، وفي ناس كان ممكن يتعرضوا لاي شوك اذا بيصير لي شيء، اللي هن بالضبط امي واخواتي. يعني لانه الطريقه قلت لك لحظه القرار كانت قرار صعب وكان صح. من لبنان على سوريا، من سوريا على الاردن، من الاردن على دبي، كانت رحله شاقه ومتعبه وعذاب كبير فوق ما تتخيل، فوق ما تتخيل. ولانه بيي كان موصيني انه رصيدك محبه الناس، محبه الناس وصداقتهم هي اللي وقفت معي لو وصلت لدبي. وبدبي حتى لما وصلت كمان صداقاتي اللي كنت انا لحد هلا محافظ عليها وبقدرها ووفي لها وبعترف بجميلها هي اللي كانت نقطه انطلاقتي الحقيقيه. مرات ممكن شخص يحب يساعدك، مرات ما بيقدر، بس حبه بحد ذاته طاقه، بتعطيكي طاقه انك ترجعي تاخدي مبادره وتنجحي. فجيت على دبي بالوقت الصح، بوقت كان الساحه فاضيه، علما انه فنانين كتار كان عندهم حفلات، بس ظرف كان الغاء الحفلات من خلال الحرب اللي كانت. اجت لشانسي انا، يعني هون كان مثل ما بيقولوا رب ضاره نافعه بمطرح والله بيقسم الارزاق. قلت لك اجاني الهام اني فل وفلت بالوقت الصح. وبلشت من هونيك المشوار، وهونيك تعرفت انا على الجمهور المغربي كمان اللي تلقيت فيه، مثل ما كثير جاليات عربيه موجوده بدبي، لانه بتعرفي دبي بسياستها وحكمتها حاضنه كل تقريبا عرب واجانب وكل شيء، بلد ملتقى. هونيك كان اول لقاء لي مع الجاليه المغربيه، وعملت لهم حفلات كثير بالامارات، ورجعت كان عندي زياره على المغرب لحفل كبير كان لاحد رجال الاعمال اللي تعرفت عليه بعدين هلا صديقي وربطني معه علاقه حلوه، وبلش مشواري مع المغرب. بس الرحله من لبنان على الامارات كانت كثير متعبه، قعدت بالامارات شي 9 اشهر تقريبا، وكنت سافر وارجع، بس الاقامه الرسميه كانت بدبي. الى ان خدت قرار اني اجي زور ارجع المغرب بنيه الاستقرار، بنية الاستقرار. 2007 كان استقرار رسمي بالمغرب، وقررت اني اعمل شركتي اللي هي بتعمل ايفنتس، وغنيت وكان عندي كمان هدف ثاني اني اعمل اسم بين العائلات المغربيه، والحمد لله بعتقد اني قدرت احقق. واخا نهضروا على المسيره ديالك، نهضروا على فقاس احسن من كذاب، لا زواق نلقاو فيك انت. اكثر حاجه بغيتي تلغيها من هذا المسار، هذا المسار ديال الشقة والتعب وتعب نفسي، لأن ربي اللي عالم. أكثر حاجة بغيتي تلغيها رياض؟ عندك دابا عصا سحرية، باكيت ماجيك، تقدر تلغي شي حاجة من طلعتي من بيت أهلي لوصلت للأردن؟ كانت عذاب كبير،
لو بيرجع في التاريخ بقول يا ريت كان فيني اطلع من البيت على المطار، مطار دبي، ما امرق هال. كانت معدبه جدا. شو معدب فيها؟ شوفي، طلعت انا من بيتنا، اول حاجه طلعت من لبنان كنت عامل ألبوم أغنية بالراديوات كلها، بانويات في الطرقات، يونيبولات، كان استثمار كبير على ألبوم تبعي. اجت هالضربة، كان حجوزات الأعراس بشكل كبير بالصيف، كان مع ميلودي تنعقل. نزل ميلودي صحيح، ونزل على كل المحطات، وهو قبل سبحان الله كانوا كل شيء قال لي ليش عملت هالغنية، غنيت وعلاش يا قلبي. وسبحان الله قلت لك بيرجع هون في شيء من عند الله، الهام بيجي، فيها كلام مغربي. كانت وعلاش يا قلبي، وصورتها مع جاد شويري، كان اغنيه حلوه كثير، كانت هي سبب نجاحي بالمغرب يعني. لما وصلت كانت هي فيزتي الحقيقيه عبر الراديوات والاعلام والحضور تبعي. طلعت مديون من لبنان، مديون ومكسور، مرهون للبنوك. تعلمت درس كبير انه الفن غدار. انا كنت يعني كنت لو ما اظهر بهالوقت بالضبط انا اكيد كان وضعي هلا غير هالوضع، يمكن يكون بالسجن. لانه لما لبنان اكل هالضربه اللي اكلها رجع لورا 20 سنه عم تحكي. انت عارف الظروف اللي مرقت على لبنان، خصوصي كمان بعد الحرب. فالامارات اعطتني كثير. انا طلعت من الامارات مشاكلي كلها محلوله. بالعكس، استثمار جديد، الامارات لحم كتافي من خيرها ما بنساه، مثل ما المغرب رجعت كملت فيه المشوار واعطاني المغرب. وانا وافي للمغرب، وعم حاول كمان اني اقدر كمل يمكن شغلي او الانفستمنت تبعي بهالمغرب الحبيب، لانه كمان في واجب علي تجاهه. قلت لي بان كاين غدر وكاين اصحاب كيغدروا. صداقه ما كايناش، ما كاينش اصحاب رياض. شوفي، نسبة قليلة جدا، نسبة قليلة جدا. أنا بعد عندي صداقات. شوفي، أنا مش هنكون صريح معك، حاليا أصحابي ولادي، ولادي فاروق وعلي هن أصحاب. عندي حب للمحيط كله، وعندي حب للناس اللي بعد بتربطني فيهم علاقات فيها نوستالجيا، يعني شي بيرجع هيك لذاكرة حلوة. وللناس اللي ساعدوني، مش ما الغي دورهم وانكر، قلت لك انا ثقافة الاعتراف بالجميل، بس حاليا بالوقت الحالي ومن 5-6 سنين ولورا كل شيء تغير، لا بالفن لا بالصداقات لا صار المجتمع قاسي جدا. يمكن ضغوط الحياه على الناس، ناس بقى تعمل انجازات على ظهر اي حدا، بتلاقي في حدا بيركب الموجه ويطلع على ظهر، حتى لو الشخص الثاني بيضحي فيه وبيضحي في علاقته فيه، المهم يوصل لغرضه. هذا الشيء بيألمني كثير انا، لاني ما بعرف كون هيك. كيألمك وهو مؤلم، هو مؤلم. لان العلاقات الانسانيه مهمه. طبعا. واخا رياض، مشينا من بيروت من لبنان، انا كنسمي لبنان بيروت. طبيعي طبيعي. مشينا من لبنان، مشينا لسوريا، الاردن، باش نوصلوا لدبي، من بعد دبي 9 شهور جينا للمغرب. وصلنا للمغرب. أكثر حاجة معدبة في المغرب شنو هي؟ تعذبتي فيها في المغرب؟ تعذبتي في المغرب، وقعوا لك مشاكل، باش توصل اليوم رياض اللي قدامي، وقعوا لك بزاف الحوايج، شنو هما؟ شوفي، أنا لما وصلت على المغرب وقررت إني غني بكلوب، بنادي ليلي. كان هذا النادي الليلي من أول ما وصلت له بيشبه أحسن مطعم أو نايت كلوب بلبنان بغنوا فيه العباقرة، منهم موسيقار ملحم بركات. يعني انا بالنسبه لي كان هذا المكان لما وصلت له وشفته ودخلت لديكور وللساوند سيستم للمسرح تبعه، انا قلت لك بفصل الامور عقياسي. انا مثل ما فيها الجبادور اللي لبستيه انت طالع حلو، ممكن وحده ثانيه تلبسه ما يطلع حلو، بده يعرف يتفصل صح، بده يعرف ينرسم صح. انا لما فت على النادي الليلي اخذت النادي الليلي اللي كنت عم غني فيه للمزاج اللي انا كبرت فيه بلبنان مع الكبار، لما غنينا نحن والموسيقار الكبير ملحم بركات، جورج وسوف، هالفنانين الكبار اللي احنا كنا نغني معهم وقبلهم. كانوا يغنوا بمطارح بتشبه هالمطارح. نوعية الناس بتعلي من مستوى المكان اللي بتكوني عم تغني فيه.
نادي الليلي اللي انا كنت عم غني فيه نادي ليلي راقي. نادي الليلي بيجوا الناس مرتبين، ناس مهمين. انا ما سولتكش على نادي الليلي. لا بس حقول لك، خليني اقول لك، ظلمت انني نسب لإلي مطرب نادي ليلي. اها هذا وين بدي اربط لك اياها؟ واخا بلاتي. فاش كان فاش ما كان نسولوش سؤال وتتجاوب علينا على موضوع هو حرقنا، انت محروق من هذا الموضوع الرياضي، ما بدكش نلغيه. بدك تمهدي له لحتى توصل الجواب صح. انا فهمت، انت يا اليوم محروق لان منسوب لك انت مطرب نادي ليلي. بالاول بالاول كان يعني حتى اذا في برنامج مهم بالتلفزيون بدي اطلع فيه، في فنانين لك بغنوا معنا بالنادي الليلي وبيحاربوكي، لما تستضيفوا فلان هذا بغني بنادي ليلي. انا حربت بهالطريقه. في برامج حرمت اني اطلع فيها بوقت انا عندي اغاني على الراديوات. في برامج ما قدرت اطلع فيها تحت كلمه انه هذا مطرب نادي ليلي، في جرايد ثبتني وكتبت علي لما بيشوفوا صوري بالطرقات وغنيه عامل لها دعايه، انتوا لازم تشجعونا، اذا انا اوكي بالنسبه لك انت النادي الليلي شغله صعبه وشايفني عم شق طريقي لحتى اتخطاها، بدك تساعدني لاتخطاها. مش بدك تعايرني فيها انا حتى ضلني انا ورا تحبط لي معنوياتي ونفسيتي، هذا الشيء اللي كان مألمني جدا ببدايه المشوار. كان اقول له انه يا جماعه ثقافه العالم الليل ثقافه موجوده بكل الوطن العربي، خلينا نحاول نرتقي. خي فنان مغربي موهوب، ولد عند اهله موهوب، وين بيروح يغني؟ يا اخي لاقوا له فضاء انتم تكونوا راضيين عليه ليغني فيه ويبين موهبته. يا اما خلوه بالاول يفوت بالمعترك ويتعلم. انا بحياتي ما تعطيت ممنوعات، بحياتي ما جيب لي حدا يقول لك شفت رياض بمطرح غلط، حفلات خاصه مشبوهه بحياتي ما فتت عليها. انا حاولت انقل ثقافتي للمكان اللي كنت عم غني فيه واثرت فيه. اثرت فيه للمكان وبشهاده اصحاب المكان وبشهاده الجمهور اللي كان يجي على المكان. في متاهه الحياه كتحرقنا اشياء، وانا من كنحاورك بنتي لي محروق من هذا الموضوع. طبعاً. رياض محروق حرقك. طبعا طبعا خرجتي منه، خرجتي من الحرقه ديالو، تصالحتي معاه ولا مازال؟ انا متفوق عليه، مش مضطر اني اتصالح معه لاني انا نظريتي الصح ومتاكد انها صح. لاني مآمن وين وصلت هلا دليل اني خطواتي كانت ثابته ومآمن فيها. بالاخير ما فيك انت اذا درتي دينتك للناس لهيدا ولهيدا، وخصوص اللي عم بيشتغلوا فيكي وحابين يفوتوكي بالمتاهه لحتى تنسي ابداعك وتنسي نجاحاتك اللي بتوصلي لها، بكون وصلوا لغرضهم. انا كنت اتخطاهم وحطهم ورا ظهري، بحياتي ما سمعت لهم. بس كانت مرات تاذيني لما 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 اشوف صورتي عند شي حدا انا مضطر اني اشتغل لصلحها. ما انت بصير في حدا عم ياخذ عليك الصوره مش صورتك الحقيقيه، ومجبوره انك انت تشتغلي عليها لتمحيها من راسه وتعطي الصوره الصح. شنو خلصتي؟ شنو خلصتي؟ شحال خلصتي غالي؟ غالي. شنو؟ نصحتي. نصحتك. نصحتي. انت عارفه شو يعني يكون فيكي ضغط عايشتي يوميا فوق ضغط الحياه اللي عندك؟ انه صورتي، لانه نحن تعلمنا انه سمعه الانسان هي رصيده. نحن سمعتك مش محسوبة عليك بوحدك، سمعتك محسوبة تابعة أختك وخيك وبيك وأمك وبلدك ومجتمعك. أنا هيك تعلمت. وبقول المثل اللي تعلمته كمان، اللي ما بيحسب ما بيسلم. مضطرة أنك تحسبي دايما استباقي لقدام لحتى تكوني بالأمان. ما فيكي فقط تقولي على البركة. أوكي على البركة بيسوى، بس تدرسي خطواتك لحتى تعرفي وين رايحة. لو قلتي خدالك من صحتك. خدالك بزاف من صحتك. طبعا رياض قلتي لي قبيله بانك حاضين كيف وقعتي تيريو فيك. كنشعر كيوصلني هذا الشيء خلال الحلقه حتكتشفي لحالك. اي سؤال ممكن تساليه انا حكون حاضر جاوب عليه لاني ما بخاف من حدا. وانتم عارفين يعني انتم الاعلاميين اكثر ناس عايشين وبتعرفوا شو بصير بين الفنانين تقريبا على اطلاع، وخصوصي انه نحن مش بعاد عنكم يعني دائما بنتلاقى بالايفانتس، بنتلاقى بالمناسبات، بنتلاقى بالبرامج. والفنان مثلا بتكوني انت شخص هالقد بتشوفي فيه، بتقولي انه في صدق بالحب، في صدق بالعلاقه، بعدين بتكتشفي انه هذا الصدق وهم. شو بتحسي؟ احباط. شنو أكثر وهم عشتيه في علاقة من العلاقات الصداقة؟ قلت لك بلا زواق. بلا زواق تكون معي بلا زواق اليوم. شوفي يعني أحد الفنانين أحد الفنانين اللي أنا كنت بعتبرهم من الفنانين اللي هني
اخ عزيز هيك كنت اعتبر. لا قولي اسمي باش يكون عنده حق الرد حتى هو باش يجاوب. شوفي انا مش جاي فوت احنا ما نفوتو حتى حاجه. احنا اليوم رياض انت من الشخصيات المثيره للجدل نوعا ما. كاين بزاف الاتهامات موجهه لك رياض، اليوم غنجاوبوا عليهم. انا نجاوب اليوم غنجاوبوا على كل شيء. خليكي بمرحله الجواب، انا نجاوبك ونعطيك، ما بغيتش انا ما نفتحش الملف تبع اي حدا، طيب ما يتسمى اني تهجمت على حدا. اوكي انا حاضر، في حال من الناس اللي سولتيني عليهم، كان شي اشخاص عندي معهم مواقف حلوه حقولها، ولكن في مواقف صعبه حقولها. شكون اللي صاحبك كان صاحبك فنان صديقك ودالك مشكل؟ دابا انت اللي تقول لي، انا ما عارفاش. شوفي من الاشخاص اللي عندي عتب كبير عليهم واللي انا كان من عندي انا اول بعتقد بيشهد بهالموضوع اني انا قلت له عميد الاغنيه الشعبيه باحد حلقاتي كانت تغريده ديالي في التلفزيون. خالد بناني فنان خالد بناني اهمله فنان خالد بناني اللي هو بعتبره اخ كبير وهذه صوره من البرامج اللي كان من الضيوف اللي انا قالوا لي مين اقرب الناس لإلك اخترته خالد لانه بعرفه من 10 سنين و11 سنه كمان وكان في علاقه ود وتواصل جميل جدا وحكى هو لحاله شو العلاقه اللي بتربطنا وشهادته فيني كفنان وشو بيتاثر بالفن اللي انا بقدمه مثل ما انا بتاثر بالفن اللي هو بيقدمه لما هالقد بتكون علاقه نظيفه بين فنانين كل واحد من جيل وكل واحد من ثقافه وكل واحد من لون المفروض تستمر لما انا بدي اوصل انني اسمع من 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 جمهورنا والناس اللي بحبونا اللي بنشاركهم حفلاتهم واعراسهم انه خالد بناني بيرفض انه يشاركوا رياض العمر بعرس رياض هالشيء كان صدمه لإلي انا وخا رياض وسالته كان عندي الجرأه اني اتصل فيه انا مش فقط لانه انا ماني بسمع هادشي اللي بغيت نقول لك بزاف الناس كيبغيو تيشوفوا علاقه رياض اسمح لي كيشوفوا علاقه صداقه كتجمع بين خالد ورياض بغاو يقدروا باغيين يفرقوكم احنا ما خصناش نسمعوا شهرزاد انا هذه الحفله بالضبط لما انا هذه العائله بحال عائلتي وما نحرش السيد ونسميه الشخص لما سالني قال لي يا الفنانين واحد اكس اجريك قلت له خالد من اقرب الناس لي حلو نكون انا وياه بالحفله يعني نحن لما ركبنا السهره انا مشارك بترشيح اسمه انه نكون سوا وما حدا يفهم انني انا عم رشحه لحفله لانه هو اسم كبير وقبل مني ومين انا لرشحه بس عم بشرح لك وضع الحفله مشان ما حدا يروح بالموضوع بطريقه ثانيه كاينين تاويلات ولا اشطر منهم بالتاويل فبتفاجئ انه هو كمان بيعرف حكم الصداقه اللي بيني وبينه وبين الشخص الثالث بيقول لي هذاك انا بالاول فكرتها كاميرا خفيه يعني لما عم بيقول لي الشخص صديقنا عم بيقول لي خالد بناني الفنان خالد بناني رفض انك تكون بالحفله معاه طلع عم تمزح انا فكرته حده عم يضحك معي انا اتصلت مباشره قطعت مع السيد واتصلت بخالد خالد كان جواب هذا هو الاصعب كان علي انا قلت له ليش؟ قال لي رياض انا بدي اياك تتفهم انني انا بكون اخذ الحفله كلها وتعبان الحفله كلها بغني سبع ساعات ست ساعات وانت بتجي بتغني ساعه بتنوض العرس بتكسر الدنيا وبتفل والاجر ديالك والاجر ديالي وفات بموضوع الاجور والاتعاب قلت له انا عم قلت له هلا انا عم تحكي معي بهالطريقه صدمتني انت ارقى من هذا الشيء انا مصدوم انك انت عم تحكي معي هيك شو علاقه قال لي تعال انا نولي نجي نغني ساعه قلت له من حقك قلت له هلا اذا انا عندي حفله مكلف فيها فرقتي وفيها وجيت انت تغني ضيف برفض انك تغني قلت له هذه مش تربيتي مش ثقافتي قلت له انا مصدوم منك وبتمنى انك تعيد مشان نحافظ على الصداقه قال لي قراري لا رجعه فيه ورجعنا التقينا بعدين وسلم علي وكنت انا زعلان واخذ موقف سلم علي وفتنا رجعنا وكان عم نفتح صفحه جديده بس رجع اكد لي انه نظريته هو متمسك فيها فتخيلي كاين شو اسمه سمي لي هذا شو اسمه لي له اسم ما عم لي اسم لا كاين شي سوء تفاهم ابدا ابدا في بلاصه ابدا ابدا بيحكي خالد فقط بناني فنان جميل حبيبي وانا بحبه اخلاقه عاليه كاين شي سوء تفاهم شي بلاصه كاين شي سوء تفاهم شي بلاصه قل له وجه له مساج انا رح اقول له كلمتين انا بحبك من قلبي وانا ابنك سليم النهار اللي شفته عم مثل الورده عم تفتح
حسيت كأنه ولد من أولادي، مع أنه ماني كتير أكبر منه بكتير، بس شعرت فيه كأنه مثل إخواتي اللي أنا بعتبرهم أولادي. كأنه شيء رصيد لإلي عم بزيد، لأنه لما بكون صاحبك بخير أنت بخير، لما بكون ابن صاحبك بخير ولادك بخير. أنا هيدي ثقافتي الاستمرارية لقدام. زوجتك بحترمها كتير وفي علاقة عائلية نحن وياك. بتمنى أنه هذه الأفكار تراجع فيها حساباتك رياض. ما كنت شي حاجة كتستاهل في الحياة المشاكل بين الناس. أكيد العلاقات الإنسانية أسمى وأرقى وأنبل بكتير. من باش ندخلوا في تراشقات وفي تبادل اتهامات مع الناس. زوجتك مغربية رياض ياك، علاش ماشي لبنانية؟ شوفي، يمكن أنا بالأول كان عندي الهدف الأول بحياتي مثل كل حدا، بنت من بيئته يتزوج بها، بتشبه عائلته، بتشبه أمه، عاداتها بحال عاداته، تقاليد. ولكن بالأخير برجع بقلك، الله بحطك بقدر غير قدر، وبدنيا غير دنيا، وبعالم غير عالم، وببيئة غير بيئة. يا بتكون مثلها يا بتشبهها يا أحلى يا أقل. بنكون نحن شاطرين كيف نعرف نخلق بهالبيئة وبهالقدر، قدر بيشبهنا وبيئة بتشبهنا وحياة اللي نحن بنتمناها. أنا اليوم بحس إنه خطوتي اللي عملتها بزواجي من زوجتي أم ولادي كانت خطوة الحمد لله ناجحة لحد هلا، ثوابتها ثابتة لحد هلا. طالما ما في شيء بيتغير، كل شيء ثابت وكل شيء رايح للإيجابية وكل شيء رايح للحلو والأحلى. بعتقد إنه يمكن لو كان خياري بلبنان ما كون بالسعادة اللي عايشة هلا. أنا هلا إنسان سعيد مع زوجتي وولادي وكل أحلامي عم حققها أنا وياهم ومشوار مكمل. هذا جواب اللي بقول لك إياه، ليش مش لبنانية مغربية؟ نصيب. لا أنا السؤال مش أني سولته، الناس بزاف اش عارفوا بأنها تكون ضيفي قالوا لي سوليه علاش مجوج لبنانية مغربية ماشي لبنانية. نساء المغربيات من أجمل النساء طبعاً. وأرقى النساء طبعاً. وحتى نساء اللبنانيات جميلات وراقيات. أؤكد وبزيد أنها المغربية بتعرف تتأدبط مع الظروف كيف بتقولوا، وبتعرف عشراوية، لسانها حلو كمان، بتعرف لايقة أخت رجال. أنا بقول المغربية دايما للسيف وللضيف ولغدر الزمان، بثلاث أحوال بتلاقيها. خيبيا أنت واجد مشون وياك قاص أحسن من كذاب واجد هنا بعد في أصعب من هيك؟ لا بعد بعد ما درنا والو، مازال ما وصلنا والو. قاص أحسن من كذاب، وضيفنا هو رياض العمر. رياض، سؤال كان سول ضيوفي كاملين، قصحتك الوقت كانت قاسحة معك رياض؟ كثير. ما كانش ظريفة معك؟ لا، ما يغشكش هذا اللي عم تشوفي هلا قدامك. مزيان هادشي اللي قلتي لي ما يغشكش هادشي اللي كنشوف قدامك. شو كنشوف قدامي؟ كنشوف قدامي الصورة والواقع ربي اللي عن به. كتشوفي حدا قدامك مثل ما قلتي قوي، في صلابة بس في ضعف كمان. في جوا حدا مكسور، حدا شو كسره؟ كسرنا مش وحدي، كسرنا بيتنا كله انكسر لما فقدنا العمود البيت. كان كسر كبير لنا، واللي كسرنا اكثر انه لقينا حالنا وحدنا. كان خصنا نحن نخلق من نفسنا مثل طير الفينيق يطلع من الرماد، مثل ما اللبنانيين كلهم بالمبدأ اللي التاريخ بيشهد لهم بهالموضوع، من الأزمة بنخلق حل. في كسر، والحزن الأكبر كان بحياتي إني أنا النهار اللي لازم أعيش حزني كان مجبور إني أكون قوي حتى اللي حوالي يضلوا واقفين. هون بيكون الحزن أعمق وبيكون الكسر أقوى. ولما بترجع كمان بالحياة بتفوتي بمعترك الحياة العملي، وبتلاقي من تعولين عليهم وتعطيهم الثقة وتقول
تقولي هول كتاف رح يكونوا، اني اول حدا بينقد عليكي، اول حدا بفكر انه يستغل ثقتك فيه تيغدرك. مصدوم، مغدور، مقهور، هاد شي هي الصوره اللي انا كنحاورك رياض وكتطلع لي منك. هادو ثلاثه كاينين فعلا. انت فرحان دابا؟ هادشي هادشي فرحان كثير، فرحان كثير. وقلت لك انني عم حاول اخلق مساحه بحياتي تكون كلها فرحه، لانه اللي معي هلا بيستاهلوا انه نفرح انا وياهم. وللاسف دائما بشعر انني انا لازم اكون مصدر فرح لغيري، فمجبور اني انسى حزني، مجبور اني همي ما احمله احمل هم غيري. هيدي ضريبتي انا اللي خلصتها، الفاتوره اللي خلصتها كيف قلتي. واخا رياض، ندخل انا وياك المجال الفني. أي. انت درتي اسم في المغرب، ما قدرتيش تديره في بيروت، ما قدرتيش تديره في لبنان. مش ما قدرتش، ما قدرتش، ماشي ما قدرتش. اللي كان اكبر مني نسوه الناس بلبنان بالفتره اللي قلت لك مرق فيها البلد بالظرف فيه. اللي ما كانش وراه شركه روتانا ما بتسمع عنه شيء. اللي ما كانش وراه رجل اعمال ضخم عم عنده فلوس شايطه وكينتج ليه لانه حاب، ولا نحن ما خلق، مثل ما بيقولوا شو واحد خلق الله حتطلب بتمه ملعقه ذهب، نحن ما خلقناش بتمنا ملعقه ذهب. نحن عم نحاول انه نحن نبقى محافظين على اسمنا اللي عملناه ب نحطنا بالصخر، نحطنا بالصخر لحتى قدرنا حفرنا هالاسم. يعني منا هذاك الشيء منه اجى بالسهل. وانا كنت غادي مزيان بلبنان والحمد لله، كنت عامل اسمي على الساحه وبكل التلفزيونات وبكل البرامج. اذا رجعتي للارشيف رح تلاقي كل شيء. بس كان لازم انتبه ان الضربه اللي اكلتها باول مره، اللي بقول لك الضربه اللي ما بتكسرك بتقويك، اوكي؟ كان لازم انها تقويني. لو دلني رايح بوهم، بوهم النجوميه اللي ممكن يكون مثل الرماد، كمان جبل من الرماد بنفخه يطير، هول انتبهت لهم. لانه قلت لك المسؤوليه يمكن لعبت دور كبير، يمكن لو ما الظرف اللي مرقت فيه دليت اضحك على حالي ومصدق انه لازم على طول كل شيء بالحياه يكون فقط فن 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 فن. لا، والدليل انه شوفي فنانين كبار تعذبوا كثير بكبرهم، تعذبوا كثير بصحتهم لما كبروا. فهون قلت لك كان انا كمان كان عندي بي هاجس، هاجس قبل ما يتوفى كمان. انا بيي اخذني بايدي وبايده على المعهد الموسيقي العالي الكونسرفتوار، وقال لي قبل ما افوت كلمتين، انسحب لك لسانك، قال لي اذا تسقط بالامتحان وبقول لي الاستاذ انك انت بتذكر بعده اسمه الاستاذ محمد زين، كان مطرب الاذاعه وعنده الحان واعمال، كان هو استاذنا بالمعهد، قال لي اذا بقول لي مش صالح، اذا بسمعك عم تغني لسانك بسحبه. هيك قال لي بالضبط. ولما فت وسمع، شوفي هالقساوه اللي عم تسمعيها، ولكن لما سمع الاستاذ لما بلشت تغني وشاف اعجاب الاستاذ فيني، وكانت السنه مبلشه بشي شهرين، يعني كانوا ممنوع حدا يفوت يتسجل، وسمع الاستاذ عم بيقول له بحاله استثنائيه رح نسجل رياض لانه سابق وقته، يعني عنده امكانيات، عنده خبره، عم بغني الصبي، مش ما عندوش مرحله تحضيريه، يعني مستعد انه دغري يمشي مع رفقاته بالصف. واخذت اول سنتين انا بموسم واحد. وخا فهون كان خايف هو انه الفن يبلعني ويلهيني عن مسؤوليات. وخا رياض، انت ماشي سهل، ليش بدك يلقاك؟ كديرش شويه المشاكل؟ اللي بدق الباب بيسمع الجواب. انا اللي بدق الباب بيسمع الجواب. وتالي ما جبدكش يلقاك؟ اللي ما جبدنيش غيلقاني بالخير. يلقاك بالخير. ماشي واخا رياض، انا حدا ودود، انتبه، انا ودود ومحب، ولكن لما بشوف حدا عم يقرصني بيسمع صوتي. بدك تجاوب بكل بساطه. ايه بكل بساطه، ما بخاف من حدا. مسامح كريم. عندي رياض، ابني فاروق طالع مثلي، ما بيسمح بحقه لو بدك تموتيه. ما في الكلمه الاخيره له باي نقاش، واخر واحد بيحكي الكلمه، بده يسد الحوار بكلمته هو، الجواب الاخير من عنده. ما بخلي حدا يضل ناطر الجواب، لازم يسمع الجواب، اللي بدق الباب بده يسمع الجواب. ما حدا ياخذ عني فكره انني
أنني وقح، لا أنا جريء لحد الوقاحة بالحق. واخا شنو مشكلك مع أستاذ زياد؟ شنو مشكلك معاه؟ كنعرفوا سي محمد زياد أستاذ طريف، مالك معاه؟ دابا نحن حاليا صحاب مثل السمنة على العسل. لو كي كان مشكل وزارني وطمأنيت على صحته الله يعطيه الصحة ويشافيه وسمعني ألحان وفي مشروع إن شاء الله نكمله سوا، سمعني عمل للمغرب وبيتغنى بالمغرب وبيتغنى بسيدنا الله ينصره محمد السادس، ونحن بصدد انه نعمل هالخطوه. لا تعرفيني، ها لا تعرفيني، انا قلب ابيض قلب طيب تو قلب ابيض عم اقول لك. وكان في بيني وبينه نوع من الازمه بالعلاقه واستمرت سنين، مش يوم واثنين. عيب هلا نفتح الابواب مغلقه، لانه بس تفتحي صفحه بيضاء مع حدا مش من الرجوله انه نرجع نفتح ماضي فقط لحتى لن نحكي. واخا كان مشكل وما بقاش سي با غراف، ماشي مشكل. رياض هذا دليل انني متسامح للاخير. هي عم فرجيكي، انا مش جاي هون لحتى بس احكي على اكس وعلى جريج وعلى زد، لا اللي عندي معه نقطه بعدها رماديه بناقشها، بس اللي رحت انا وياه من الاسود على الابيض صرنا بالابيض، ممنوع نرجع نحكي بالاسود. واخا علاش كنسمعوا بان رياض عنده مشاكل في مع الفنانين؟ لاني ببلش حدا يهيمن علي. يهيمن علي لانه في فنانين ما عندهم كرامه، في بعض الفنانين ما عندهم كرامه. اليوم كرامتك رصيدك، اذا انا حاب بده يقيسني بكرامتي وبشخصيتي بشوف ساعتها نيابي. بس اذا حدا بيعطيني حب وود ما حيشوف مني الا الحب والود والماكسيموم، لانه اللي بيشوفني بعين بشوفه باثنين. هذا هو المبدا. واخا رياض شكون هو فنان اعراس اول في المغرب بالنسبه؟ فنان اعراس اول شيء بدك تحكي بالمطلق كثير حاليا على الساحه كثار، فبدك تحدد باللون تبعي. خلي الناس تحكي بلوني انا اللي بغني، وين بكون على المسرح، مين بيطلع مي من الارض لما بيطلع على المسرح. خلي الناس تحكي. لا انا تسول رياض، انا متسولش الناس. ما فيني احكي عن حالي انا. لا رياض لا، ما عندي الحق اني قيم نفسي. انا كسولك رياض. ما الي حق وهذه ثقه. لما بقول لك هالحكي في سهل اقول لك انا الرقم واحد، سهل صح؟ بس بكون عم هين نفسي وعم هين الناس اللي بحبوني. لا الناس هي بتقول مين رقم واحد، والفن اليوم بورصه، ممكن انا كل يوم كان بينك وبين راسك تقول انا اول واعر. لا انا عندي ثقه بحالي، انا على المسرح حدا مش سهل، منافس شرس على المسرح، صعب مش اي حدا بيقدر. ومكمل انتبه، منافس للي بده يجرب يلغيني ما في يلغيني، ومكمل للمبدعين. لما بكون حدي مبدع انا بكمله وهو بيكملني، ما بحاربه ما بلغيه وما بيلغيني وما بيحاربني، لانه اذا قدرنا نكون ورده بيضة وحمراء وصفراء ببوكي بنعمل بوكي كثير حلو. واخا شكون هما الفنانين اللي كاينين في هذا البوكي، هذا البوكي الحلو كما قلتي اللي فيه فنانين اعراس؟ بغيتي تعرفي شكون صحابي ولا بغيتي بالمطلق؟ شكون اللي تنوضها في الاعراس؟ الشاطرين بالاعراس، الشاطرين والاسماء بالأعراس. الحلوه والكبيره بالاعراس. عندك الصديق السوري عبد الرحيم السوري، حفظ الالقاب ما بديش فوت بالالقاب، وكلهم بالعمر اكبر مني وكلهم انا تعلمت كون صاحب الكل الصغير والكبير، مش ما حدا يقول انني عم اقول الاسماء بدون القاب. عبد الرحيم السويري فنانين صافي، نقولوا فنانين ونبدا باسمائهم الشخصيه. اها عبد الرحيم السويري انا كنعيط له خويا السويري. طهور عمل نقله نوعيه باخر فتره، انا بعرفه لطهور من 11 سنه، بس بالسنين الاخيره طور فرقته بشكل كثير حلو بالاستعراضات اللي عم يعملهم على الساحه كثير حلو. مولين عتمان عتمان مولين من الاسماء اللي انا بحبها وعزيز علي وخلق، وفي تواصل راقي بيني وبينه وفي احترام. وبيعجبني بخدمته بالاعراس كمان، فنان له بصمه. الحجه حليمه مع حبي وتقديري لها ولكل العائله تبعها. مين بعد؟ مشان هلا فوتيني بفوتي، بدي
فايف ستارز. شوفي مش عم نعمل دعايه لحدا، بس هول الفنانين فعلا الساحه بتستوعبهم كلهم. اخوان اللعبه بفاس يعني بتتوان، الهلال تعرفت عليهم وتعرفت على عبد الواحد، الفنان عبد الواحد التتواني فنان رائع وعظيم. وليلى عبد القادر اظن ليلى اسمها عبد القادر، واخا عرفت عليها كمان فوق كمان. يعني في فنانين كبار ما في حدا نمبر 1، كلهم منيح. واخا رياض، علاش ناجح في الاعراس وناجح في الحفلات وما قدرتيش تنجح في اصدار الاغاني؟ انت ماشي انت كسول؟ لا انا اذا رجعتي انا عندي فوق ال20 غنيه. في بالمغرب مشكل كان قبل السوشيال ميديا، ما في سياسه دعم للاغاني. نحن بلبنان عندنا سياسه دعم للاغاني، يعني هذه مش الكل يسمعوني. بلبنان لما فنان بيعمل اغنيه في لها سياسه ماركتينج ما بين الراديو سبوت تبعها كم مره بتنعرض. احنا عندنا رياض، لا انا هذا الموضوع ما عندنا سياسه ماركتينج للاغاني التسويق الان. لا لحظه، هلا اذا انا بدي اخذ منك، هلا اذا هلا انا بكره بنزل غنيه بقدر اخذ سياسه دعم بالراديو الفلاني كم مره بتمرق بالراديو الفلاني كم ما في هذا الموضوع. ولكن لكانت الاغنيه لا جيده، صار مزاج. لا 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 كتسوق. مين بيقرر؟ مين بيقرر كتسوق؟ مين بيقرر كتسوق الراس؟ مين بيقرر؟ مين كاينين اللجان المسؤولين؟ كل اذاعه كاينه لجنه استماع، هي كتادو الاذاعات كاملين فيهم. مش متفق احنا عندنا كاينه في اذاعات اخرى. مش متفق معي. لا رياضه شي كاين. هلا انا مش لي حق الراي، مش متفق معك، ما فيكيش تفرضي رايك علي. لا انا ما نفرضش رايي عليك، ولكن هادشي كاين، كاينين لجان استماع كيسمعوا الاغنيه، الى الاغنيه خصها تدخل البلاي ليست غتدخل. ابخي انت كتهضر معايا اختي العزيزه الفنان يدفع. الله يخليك. ياك عندي اعمال مسجله باهم استوديوهات ومسجله مع اهم الموزعين، ما كيعنيش بان مع اهم الملحنين جيدة. بنعمل لجنه، انا مش جاي دافع عن اغاني، انا عم جاوبك على ليش الاغاني ما عملوا بوز على الساحة. أنا عايش بالمغرب، كيحقق الموضوع. أنا ما لقيتش سياسة دعم لأغاني بالمغرب، وأنا عايش بالمغرب، أنا مشيش ندعمهم في لبنان وفي سوريا وفي الأردن، أنت عارفة شو صاير. مش هيكون صريحين، ما عنديش فلوس شايطة نمشي نحطها ببلايص ما لها طعمة، ما تديرش فيها حفلات. في ناس بعت بيوتها وبعت أراضي، وفي فنانين بتعرفيهم أنت وأصدقاء لإلك بلبنان انكسروا من ورا وهم النجومية. كل شيء بالحياة بده حساب. اليوم انت اليوم هلا صار بعالم السوشيال ميديا الوضع تغير، صارت الغنية بتوصل وبتسمعيها، وساعتها المشاهد او المستمع بيقرر اذا بحب الغنية ولا لا. رياض حقق هذا الموضوع بان اغانيك ما مدعوميش كما خصهم يدعموا. انا شوفي انا كنت حريص. اغنيتك الاخيره جيده زوينه، باش نقول لك انا راه ماشي ضدك رياض، انا وياك نحاولوا. انا عملت غنية بالاخير، هلا مؤخرا عملت اغنيه اسمها كانت باينه. كانت باينه زوينه. طيب كانت ليش باينة. ليش ما بيلعبوا الراديو؟ كيلعبوا اخويا، انا تهضر على الاذاعه ديالي. لا شادب وحده، لحظه مش نتفق. شادب محطه فنيه اعلاميه بوحده، شادب ما فيها لحالها تعمل نجم، لحظه ما فيها من اغنيه تعمل نجم. لا الاغنيه بدها تمرق بشادب وهون 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 وهون. بدك تشوف الراديوات الثانيه، انا انتبه مع حبي لهم احسن ما حدا يفكر انا عندي عداء مع الراديوات بالمغرب، ابدا. عندي حب وتقدير وبيستضيفوني وإلي بصمتي معهم وإلهم تأثيرهم بمساري وباسمي اللي هلا ليش أنا معك، لحظة. بس عم نحكي عن سياسة دعم، فهموني. ما عم نقول إنه الراديوات ما بحطوا الأغاني، لا. في شيء اسمه بلبنان وبسوريا وبالأردن سياسة دعم، فنان عامل انفستمنت على أغنية بروح على الراديو بقول لهم بدي تعرضوا لي غنيتي لحتى تسمعها الناس مثلا 8 مرات بالنهار 10 مرات بالنهار، بيدفع عليها قيمة الإشهار تبعها. ما عم انتبه، انت حسستيني كانني انا عم عندي ماخذ، ما عندي ماخذ، انا عم ضوي على نقطه انه لازم يكون في سياسه دعم لحتى الفنانين، حتى المغاربي اذا فنان مغربي عمل غنيه يضمن انه غنيته يا اخي مده تاخذ فرصه شهر. ومسكين الفنان، الفنان مقاتل باش يدير انتاج اغنيته ويزيد يخلص عليها تاهي في الراديو، ويعملوا له سعر معقول، ياخذوا سعر معقول كمان. هالراديو عم تعطيه من الهوا تبعها اللي هي بالاخير مصدر لها لتخلص اعباءها، كمان لازم يكون داير بحسابه الفنان مثل ما عم يدفع للاستوديو للشاعر وللملحن، يدفع للماركتينج. لا الناس ما عم يدفعوا مصاري على يوتيوب، ما عم يدفعوا مصاري بوستينج بالسوشيال ميديا، صارت اللعبه ما واضحه، كل شيء عارف الموضوع، ما حدا يتزاكى يعني. واخا رياض، انت واجد تجاوب على الاتهامات والانتقادات الموجهه لك. خلينا نحكي بشيء حلو، هلا صرنا وقت اللي بلشنا عم رد عليك، اعطينا شيء
معناتها تكتشف حاجه حلوه. انت اعطيني موال من المواويل الجميله اللي كتديها بصوتك رنان رياض، صوتك جميل. قال رح خبرك مازال ما عندك خبر شو بحب فيكي بالمفيد المختصر، انا بحبك تكوني ريشتي وكون الوتر، وبحبك تكوني ليلتي وكون السهر، وبحبك تكوني من رحلتي من بيروت على المغرب وكون السفر، لكن اذا شي يوم عبالك خطر تكوني قمر بنطال الا بالنظر، رح انجبر اعمل زنودي غيمتين وضمك مثل ما الغيم بيضم القمر. برافو رياض. انا شو نوعك الحق الرد؟ انت واجد يلا حق الرد، وضيفنا هو رياض العمر. رياض، شنو ردك على الناس اللي قالت أغنية السحرة ديالنا دارها رياض تملق؟ أوف، هول خصهم فحص دم بالوطنية، يشوفوا نسبة الوطنية عندهم قديش. لما بيجي فنان لبناني بيغني على قضية مثل قضية الصحراء المغربية المحقة واللي نحن مأمنين فيها وصارت بتعنيني، لأني بعتبر نص المغربي بيحكي هون، نص اللي فيني. أبداً مش تملق، حب للماكسيموم، وفاء للماكسيموم، وعربون محبة من عندي أنا لكل المغرب، وقبلة على جبين الفارس العظيم اللي هو مثلنا الحالي الأعلى بكل الوطن العربي بحكمته وسياسته الصح، الملك محمد السادس. بكل بساطة رياض، واضح الجواب. رياض، بغيت نقول لك في حق الرد، راه ماشي انا، راه انتقادات الناس. عم رد على اللي قال هاي، كترد على الناس. رياض، قلتي لي بقيت عاقل عليها بان كيألمني فاش كيسميوني براني، ياك؟ دابا قلتيها وحزت في قلبي. اي، لما حدا انتبه، لما حدا برجع بقول لك انا رصيدي عارفه كبير عند المغاربه، وكان يلمسه لا في الشارع لا في البزنس المطاعم دياولي لا في خدمتي في الاعراس، كان يلمس رصيدي عندهم وحبهم ليا على قد ما انا بحبهم. كيألمني بعض الاشخاص اللي كيستعملوا كلمه براني فقط لتهييج شي شق عنصري او شي حس عنصري بين شخص وشخص، ليفيض له هذيك الحاسه اللي عند العصبيه اللي عنده مشان ياخذني خصم. هذا كيألمني بزاف بين جوج يعني موسيقيين. واش باقي كتخدم مع هذاك البراني؟ شوف كيفاش كيقيس صاحبه، كيحرضه بطريقه. وكاين موسيقيين اللي كيفتاخروا كيقول لي برافو عليك انت مع رياض العمر، وسلم عليه عزيز علينا هذا ولا منا. يعني انا واحد النهار طالع نغني بعرس بتتوان بشرفي بحاجز الدرك اللي كيكون على الطريق، اول ما نزلت الشباك عم سلم عليهم والعسكري يقول لزميله اجا جي رياض العمر نسيبنا. السيد في تطوان. انا هذا الشيء كان افتخر، كيزيد حبي اكثر. وكيألمني لما يجي واحد فقط باغي يحقرك ولا باغي يحاربك بطريقه معينه ويستعمل براني. شنو زعما براني؟ نقدر نكون انا مفيد اكثر منك. اشنو ردك على الناس اللي كتقول بان رياض ما كيقبلش الا يغني في الاعراس العائلات الكبيره وغالي في الاعراس؟ كتطلب اكمله خياليه يا رياض. هذا الكلام فؤاد الزبادي باحد المقابلات مع منتصر صديقنا الاعلامي الرائع استاذ الحبيب، لما فات بمداخله وقال له رياض مطرب العائلات الكبيره والاعراس الكبيره، يعني هو بغى عم يعطي من حبه لايه. وشي ناس مسكوها انه رياض بس بغني بالاعراس، لا مش هالمقصود، نحن بنغني لكل العالم ولكل الفئات، الاعراس المرتبه، يعني بالاخر وين بتحطي نفسك بتلاقي حالك. هلا في بيوت فقيره بس بتكون بيوت طيبه، بنروح بنشاركها حفلاتها وبنشاركها اعراسها. وفي بيوت كبيره حابه تعمل اعراس كبيره، نحن قدها، نحن قدها، مثل ما انت لما بتلبسي مرات بتلبسي شيء شعبي
ومرات بتحبي تلبسي براند. نحن لازم نكون حاضرين لكل شيء، حتى الناس اللي جابونا نبيض له وجهه ونحمر له وجهه. كتطلب اتمنه خياليه، كتطلب مبالغ خياليه في الاعراس، شو كيقولوا الناس رياض؟ ابدا، باخذ حقي. شوفي، لاني انا لما بفوت على اي عرس اول شيء بدي اشوف لما اطلع على المسرح عيون العريس والعروس لمعوا. لما بيلمعوا يعني انت بلشتي صح، شعرتيهم بالسعاده اللي هن عم بفتشوا عليها. هيدي بتاخذ مني طاقه كبيره. انا تحضير للحفل بروفيتي مع فرقتي، الصوت بتاكد من كل التفاصيل قبل ما اطلع، انا مش جاي اعمل واجب وفل. نحن واجبتنا نسعد الناس، هذه اهم رساله بنعملها بالاعراس. فانا لما بطلع على المسرح بعطي طاقه وبصرف طاقه مش طبيعي. انا بنزل مي، بنزل مي من المسرح، عم بقطر بالماء. وهذا الموضوع الناس بيشوفوه. يعني انا بفوت باي عرس بخلص بفوت بغير ثيابي، ما فيني اقدر، بضربني الهواء، بمرض، لاني بكون كلني مي. هذا المي حقه فلوس، عرقي انا منه رخيص، لاني بعطي من قلبي انا. والابداع ما له ثمن. الزبون او الكليون او العائله اللي بتغني عندها وعائله كريمه ما بتسال معك، هول العيال نحن بنقدرهم لانه بيقدرونا وبنعطيهم بدون حدود لانه كمان بيعطونا. وفي عيال تاني بنعطيها كمان من قلبنا وبنعرق وبنتعب وما بيكون عنده امكانيات يعطيكي، بس انت هذيك السعاده اللي انت عم توصلي له اياها وتفرحيه بجزيك الله فيها خير كمان بمطرح تاني. وخا وخا هذه الفكره انه اسعار خياليه. ما في اسعار خياليه، اسعار معقوله ومنطقيه. رياض، شنو ردك على الناس اللي كتقول بان رياض كيبغي نقولوا ليه اسد المسرح؟ اوه، وانت من اول الحلقه ما قلتيش، قلت لك شيء؟ لحظه لحظه لحظه، من انت قدمتيني ما قلتيش اللقب تبعي. مش ملزمه فيه وانا ما بلزم حدا فيه، بحبه. ايه بحبه، ولما حدا واول حدا كمان قال علي هذا اللقب كمان كان فؤاد الزبادي. بقول فؤاد لانه عمي فؤاد حبيبي اخويا. هو كان بابا كان يعني الايدل تبعه فؤاد الزبادي، يعني كان النجم اللي كيموت. يعني كنت انا كنفيق اربعه الصباح، كان القى الوالد قبل ما يروح على شغله عم يتفرج في بروتانا زمان. يعني انا كبرت على فؤاد الزبادي، هالقد بحبه. وهو هو من الاشخاص القراب مني، هو اللي قال علي اسد. بعدني ناسي كيف ركبها، بس كنت بحفله واعطى رايه فيني وقال لهم رياض اسد على المسرح. وهذا الشيء بيشهدوا فيه كل الفنانين لا انت يعني مش انا، مش انا مسرح اسد. احنا مثلا ما بلبس شيء، ما تناقشوش هذا الشيء، ما تناقشوش بان انت فنان وصوتك واعر وحضورك زوين. شحال ما تناقشوش، حنا كناقشوا الانتقادات اللي موجهه لك من الناس. سيتو، انت اليوم كترد من حقهم، من حقهم. واخا رياض، شنو ردك؟ في ناس بتشوفني اسد على المسرح، في ناس بتشوفنيش اسد. شنو ردك على فنانين كيقولوا انت كتحاربهم، فنانين لبنانيين كيقولوا كتحاربهم؟ يعني احد الفنانين ما حفوت باسمه، ما حفوت من غله، قال لهم بالاخير الاسد بضل حيوان. لبناني مغربي ما حفوت باسمه. كنت حجاوبه جواب، في ناس ابطال بتمثل فيهم بالمغرب نحن وبنحبهم كثير، لقبهم الاسود. ما فيك تعطي انا علي ما يجرحني بدون ما تفكر كمان باللي ممكن يجرحك اذا جاوبتك اياه. اسد لقب ما بينقال لاي حدا، مزبوط ولا مش مزبوط؟ هذا الشيء بيفرحني اذا بسمع الناس او بشوف بعيونهم انه بشوفوني هيك. شكون فنان مغربي اللي قال بان لك ما حقول في الاخير اسد؟ كتبها كومنت وما حفوت بالموضوع، قال لهم اسد المسرح بالاخير الاسد بيبقى حيوان. هذا غل، هذا قهر، هذا الشيء بيضحكني ضحكه عريضه. واخا رياض، شنو ردك على بعض الفنانين اللي تيقولوا بان فنانين لبنانيين تيقولوا بان رياض كيحاربنا في المغرب؟ يجيب لي دليل، يجيب لي. هلا شوفي، هالثلاثة بنعرفها نحن، بكون حدا مغمور ما حدا عم يسمع فيه، ما حدا حاسس بوجوده، بده يشوف شي حدا يطلع على كتافه يخلق بوز، يخلق جدل، وبينتظر مني اني انا اعمل له قيمه وجاوبه بهالموضوع. انا بجاوبه بكل كلمه طيبه إلى توجه لي بكلمه طيبه، بس بده يفوت معي بجدل بالاخير يصب بمصلحته ما حرد عليه وما حاعطيه شرف اني رد عليه. هذا حقي. هذا الموضوع ما حنفوت فيه باسماء، لانه هو بيتمنى اني انا اقول اسمه على لساني بهيك موضوع ليخلق منه شيء مادي يتاجر فيها.
كنتي بغيتي ترد على شي انتقاد او لا اتهام ما قلتوش لك في الحلقه؟ ابدا، كنتي واضحه، نقلتي اشياء كان من مصلحتي جاوب عليها. انت خدمتيني بهالحلقه عشان تكوني عارفه بلا ما تحسي. انت يمكن مفكره انك زيرتيني، ولكن انا لا، انا مش الهدف ديالي نزير. طب انا شو عامل لك؟ انا بالنسبه الي، انتبهي هلا، مش عم بحكي رياض وشهرزاد الاشخاص العاديين، عم نحكي ضمن هالبرنامج كيف نحن قاعدين. انا الحلقه بعتبرها خدمتني من مبدا اني قدرت رد على كل الصور اللي ممكن تكون بذهن الناس ضبابيه، قدرت اني اوضحها. الا رجعت معك ساعه قبل البرنامج، تقبل تدخل معي البرنامج ولا لا؟ بقبل ونص. تقبل مساج منك الناس اللي كيشوفونا رياض؟ لكن اللي عم بيشوفونا لون، سامحوني اذا كنت شوي متحمس باجوبتي، لانه قدرت اعبر عن اشياء مكبوتي مخبايه ضغطتني. بحبكم كثير، وقوفكم حدي هو اللي مخليني بعدني واقف ومكمل للاخير. ونهار اللي ببطل يلبق لي كونوا اكيدين رح انسحب بهدوء لحالي. بحبكم كثير. رمضان كريم. كاين قولة شهيرة كتقول: وبلا استئذان يدخل الصدق القلوب، خصوصا وأنه كيبقى من بين أبهى وأنبل الصفات على الإطلاق. هاد الشيء علاش كلنا أمل، فأنه هاد الصفة كانت ملازمة ضيفنا لهاد الحلقة رياض العمر، وقدرت تقرب المسافة بينكم وبينه بشكل أكبر. أما أنا ما بقى لي إلا نشكركم. نتلاقاو في حلقة جديدة مع ضيف جديد. السلام عليكم.